بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس السابع في أركان الحج لمجموعة وفد اليمان الشامي، بارك الله بكم. قلنا إن الركن الأول هو الإحرام، الركن الثاني الوقوف بعرفة، الركن الثالث طواف الإفاضة، الركن الرابع السعي بعد طواف الإفاضة إن لم يكن قد سعى بعد طواف القدوم وكان قد دخل مفردا، أما إذا دخل متمتعا فالطواف هو طواف العمرة والسعي هو سعي العمرة. بعد ذلك الحلق أو التقصير، كل هذا أتينا على ذكره بفضل تعالى. أخيرا، وهذا هنا نحط رحلنا اليوم إن شاء الله تعالى، أخيرا ترتيب معظم الأركان. كيف ترتيب معظم الأركان؟ لابد من الإحرام، وعندما نقول الإحرام نعني بذلك النية، والنية تحدثنا عنها لا حاجة إلى ذكرها، أما أن يدخل مفردا أو متمتعا أو قارنا أو أن يطلق، عند الشافعية يجوز أيضا أن يطلق ثم بعد ذلك يوجه النية إلى الإطلاق إلى التقييد، يعني يقول متمتع، يقول قارن، يقول هذا أو هذا أو ذاك، يقول مفرد. نعم. إذن أولا الإحرام نعني به النية، ثانيا الوقوف بعرفة، لأن الطواف الأول هو طواف قدوم وطواف القدوم سنة. ثالثا بعد الوقوف بعرفة يبدأ معنا طواف الإفاضة، طواف الإفاضة يبدأ بعد منتصف ليلة النحر، وكذلك الحلق وكذلك السعي، كل هذه الأشياء تبدأ بعد منتصف ليلة النحر. بعد ذلك رابعا عندنا الحلق. طيب هلأ هنا يمكن أن نرمي ثم نحلق، ويمكن أن نطوف ثم نحلق، يعني يجوز عندنا أكثر من وجه. أما الحلق قال العلماء فله أن يؤخره إلى ما بعد الطواف، ولو أن يؤخر الطواف عنه، فهذا معنى ترتيب معظم الأركان. وأيضا السعي، لو كان بعد يعني قد دخل مفردا وسعى بعد طواف القدوم يسقط عنه السعي بعد طواف الإفاضة، فهنا لم يرتب، يعني لم يجعل السعي بعد طواف الإفاضة. لماذا؟ لأنه سعى بعد طواف القدوم. لذلك قال العلماء عن الركن الخامس إنه ترتيب معظم الأركان، ولم يقولوا ترتيب كامل الأركان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.